السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن إخوانكم في وزارة الأوقاف إدارة مساجد العاصمة حفظهم الله تبارك وتعالى رأوا أن تكون لنا لقاءات نتكلم من خلالها عن سيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الشخص الذي لم ترى البشرية له مثيلا صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أشرف خلق الله جميعهم وأكرم رسل الله عليه، ختم الله به رسالاته وأرسله إلى الأحمر والأسود، إلى العرب والعجم، وعلى الصحيح أرسله إلى الإنس والجن. نتدارس معا بعض الجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في كل ليلة اثنين كمثل هذه الليلة. هذه السيرة التي لا يعرف على وجه الأرض أصح سيرة منها، لا يعرف أبدا أصح سيرة لرجل على وجه الأرض، اعتنى بها العلماء ودونوها وكتبوها وأثبتوا الصحيح منها، لا تعرف سيرة رجل نبيا كان أو مصلحا أو غير ذلك كسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة التي نقلت بدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلوا أحواله وأقواله وأفعاله، نقلوا حياته كلها تقريبا للبشرية لينتفعوا به، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا تكون الأسوة حسنة ونحن لا نعرف كيف نتأسى به، لا نعرف كيف عاش، كيف أكل، كيف شرب، كيف سافر، كيف عامل أزواجه، كيف عامل الناس في حروبه، في سياسته، في اجتماعه، وهكذا. فنقلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية صلوات ربي وسلامه عليه. الإنسان في هذه الدنيا لا شك أنه يحتاج إلى القدوة. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الثلة الطيبة المباركة من أنبيائه سبحانه وتعالى، قال لنبيه محمد بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له:
فبهداه مقتده. أفلا يكون هذا الكلام موجها لنا أن نبحث عن القدوة؟ كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان المسلم يحتاج إلى القدوة، ومن ذلك كان من الضروري جدا أن نتعرف على سيرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لنقتدي به. كذلك هذه السيرة الطيبة المباركة شاملة، نعم شاملة، يحتاج إليها من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إليها ساسة الناس، يحتاج إليها أهل الاقتصاد، أهل السياسة، أهل الاجتماع، الزوج، المربي، القائد، كل هؤلاء يحتاجون إلى هذه السيرة ليتعرفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته قائدا، عاش حياته حاكما، عاش حياته أبا، عاش حياته زوجا، عاش حياته مبتلى، عاش حياته داعية إلى الله تبارك وتعالى، عاش هذا كله. فهي سيرة شاملة، حتى قال بعض أهل العلم: ما يصاب أحد من الناس بمصيبة فينظر في حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويجد قد أصيب مثلها وأكثر. من منا فقد زوجته؟ فقد النبي زوجتين. من منا ولد يتيما؟ ولد يتيم الأب وصار يتيم الأم وهو في السادسة من عمره. من منا كان فقيرا، كان يرعى القنم بقراريطة لأهل مكة؟ من منا مات أولاده؟ ماتت زينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والقاسم وإبراهيم، أولاد النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. من منا استهزئ به؟ من منا أوذي؟ من منا ضرب؟ من منا أخرج من دياره؟ كل ذلك وقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيحتاج العبد أن ينظر في سيرة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ليقتدي بهذه السيرة. قراءة السيرة بشكل عام تعطيك يقينا جازما بصدق الرسالة، وأن هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه مرسل من عند الله حقا. ادعى النبوة كثر، مسيلمة قال أنا نبي، إذا ذكر مسيلمة اليوم ذكر الكذب وقيل مسيلمة الكذاب. من أتباع مسيلمة اليوم؟ من يستطيع أن يرفع رأسه ويقول أنا من أتباع مسيلمة؟ أين دين مسيلمة؟ لا يعرف أحد أين دين محمد الذي جاء وقال أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، فما كان من الله جل وعلا إلا أن صدقه وأيده بالآيات ونصره على أعدائه وثبته سبحانه وتعالى. كل هذا يدل على صدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل ويريح النفس، تعيش الحياة الكاملة التي يرجوها ويتمناها كل إنسان، تلك الحياة التي يحبها الله ويرضاها، تلك الحياة التي ترفعك ولا تخفضك، تلك الحياة التي تنال من خلالها الحياة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. تعيش الصبر، تعيش الدعوة، تعيش السعادة، تعيش الإيمان، تعيش الصدق. إنها حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي الكريم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله اصطفى كنانة
من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. والاصطفاء هو الاختيار، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. هاشم هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعرف على شخصية هذا النبي الكريم. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم ونوفل وعبد شمس، وهؤلاء إخوة أشقاء، وهاشم وعبد شمس توأم، وأخوهم الرابع نوفل وهو أخوهم من أبيهم. هؤلاء أولاد عبد مناف. نأتي إلى هاشم وهو المصطفى من قريش، اصطفى بني هاشم من قريش. هاشم هذا اسمه عمرو، اسمه الحقيقي عمرو، وهاشم لقب لقب به لكرمه، ولذا قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. إذن هذا هو هاشم، هو عمرو، ولكنه لأنه هشم الثريد والخبز مع اللحم وقدمه للناس حجاجا ومن أهل مكة، كان كريما معروفا بالكرم، فكثرت ما يهشم من الثريد وهو اللحم مع الخبز، قالوا له هذا هاشم الثريد، بدل أن يكون على اسمه وهو عمرو سمي بهاشم الثريد. ثم بعد ذلك أطلق عليه هاشم، فغلب اللقب على الاسم. هاشم أشهر أولاده عبد المطلب، وهو جد النبي الأول، وعبد المطلب كذلك لقب وهو ليس اسما، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد. وكان هاشم والد عبد المطلب الذي هو عمرو. هاشم هذا، أنا أخشى أن أقول عمرو تنسون هاشما، فعمرو الذي هو هاشم تزوج من بني النجار من أهل المدينة، تزوج امرأة من بني النجار، ولذلك يقال لبني النجار من أهل المدينة أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أخواله، والمقصود أخوال جده، أخوال عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاشم تزوج من هناك، وقدر الله تبارك وتعالى أن هاشما مات صغيرا، وكان عبد المطلب لم يبلغ الحلم بعد، فتربى عند أمه عند أخواله من أهل المدينة، وظل عند أهل المدينة فترة من الزمن. فلما كبر شيبة الحمد جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كبر وشب، قال أعمامه أولاد عبد مناف وهم عبد شمس ونوفل والمطلب إخوة هاشم، قالوا: لماذا لا نأتي بابن أخينا يتربى عند أعمامه، لأنه من أبناء من قريش، ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى قريش، لا ينتسب إلى الخزرج. فقالوا: نأتي به يتربى عند أعمامه. فقالوا: نعم الرأي. فذهب المطلب عم شيبة الحمد أخو هاشم، ذهب إلى بني النجار وزارهم، ثم قال: نريد ابننا شيبة الحمد. فقالوا: تفضل، هذا ابنك. فأخذه ورجع به إلى مكة. أهل مكة لم يروا شيبة الحمد في حياتهم، والآن هو شب وكبر قليلا، فظن البعض
أن المطلب أتى بعبد الله اشتراه، فيظن أنه عبد للمطلب، فقالوا جاء المطلب ومعه عبده، فغلب عليه عبد المطلب، وإلا هو شيبة الحمد. فكان المطلب يقول لهم هذا ليس عبدا، هذا شيبة الحمد ابن أخي هاشم، لكن غلب عليه اللقب كما غلب اللقب على أبيه، وصار يعرف بعبد المطلب وهو شيبة الحمد. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن الاسم أو اللقب غلب على الاسم، فصار لا يعرف إلا باللقب، كما هو حال كثيرين الآن. أظن لو سألت الكثيرين من الناس الآن من هو عبد الله بن عثمان التيمي، كثير من الناس لا يعرف عثمان بن عبد الله التيمي، من عثمان بن عبد الله التيمي، أو عبد الله بن عثمان التيمي، من هو عبد الله بن عثمان التيمي؟ هو أبو بكر الصديق. لكن كثير من الناس لا يعرفون عبد الله بن عثمان التيمي، يعرفون أبو بكر الصديق فقط، مع أن أبا بكر كنية والصديق لقب، ولم يكن له ولد اسمه بكر، لكن غلب عليه أبو بكر الصديق. وهكذا حال الكثيرين. على كل حال، عبد المطلب لنسميه بما اشتهر به، وهو عبد المطلب، وننسى شيبة الحمد. عبد المطلب الذي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت في زمنه حادثتان مهمتان. الحادثة الأولى أن مكة يعني أرض جبلية، والماء فيها قليل، بل يكاد يكون نادرا. ففي يوم من الأيام يعبث عبد المطلب في الأرض، فعثر على زمزم، عثر على بئر زمزم، وبئر زمزم هذا حفره جبريل عليه الصلاة والسلام لإسماعيل وأمه هاجر في زمن إبراهيم، لما تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع. ثم هذا البئر مع مرور السنوات الكثيرة طمس، فلم يعلم مكانه أحد ونسي. فبينما عبد المطلب يعبث في الأرض، يحفر، يبني أي شيء كان، عثر على زمزم. فهذه الحادثة الأولى، وهي عثور عبد المطلب على زمزم، وهذه سيأتي الحديث عنها. الحادثة الثانية، وهي حادثة مهمة جدا، وهي كالإرهاص، يعني كالمقدمة لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أبرهة الحبشي نصراني بنى كنيسة للنجاشي، وهذه الكنيسة تعب عليها، وقصد من هذه الكنيسة أن يصرف الناس عن الكعبة إلى الكنيسة، يظن أن الناس عندما يزورون الكعبة لأنه كان يحجون، الله تبارك وتعالى يقول لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإبراهيم وإسماعيل صلوات ربي وسلامه عليهما هما اللذان بنيا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فصار الناس يحجون إلى الكعبة منذ زمن إبراهيم، فالكعبة معظمة عند العرب. فأراد أبرهة أن يصرف الناس عن الكعبة، فبنى هذه الكنيسة العظيمة ليقصدها الناس ويتركون الكعبة. رجل من العرب أغضبه هذا الفعل، لكن لا يستطيع أن يواجه النجاشي، فضلا عن أبرهة ولا أبرهة. فغضب هذا الرجل من هذا الفعل، وهو أن يصد الناس عن الكعبة بمثل هذه الكنيسة. فماذا فعل؟ ذهب في غفلة عن الناس وتغوط داخل الكنيسة عنادا هكذا. كيف
تبني كنيسة لتصرف الناس عن الكعبة، أنا أهين هذه الكنيسة، فذهب وتغوط داخل، هو غير مسلم طبعا، هذا قبل الإسلام، فتغوط داخل الكنيسة. بلغ الخبر أبرهة، وهو أن رجلا فعل من العرب فعل ذلك، فغضب أبرهة وقال لأهدمن الكعبة، لأهدمن الكعبة. وهنا نريد أن نقف قليلا، وهي قضية مهمة، قوله لأهدمن الكعبة ماذا يريد؟ يريد أن ينتقم من فعل هذا الأعرابي. طيب، فعل الأعرابي كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن إنكار منكر، وهو صد الناس عن الكعبة إلى هذا البيت وهي الكنيسة. إنكار المنكر هذا تسبب في ماذا؟ تسبب في أن أبرهة قصد هدم الكعبة، ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز إنكار المنكر بإحداث منكر أعظم منه. هذا يدل على قلة الفقه وقلة الفهم، إذ لا يجوز الإنسان ينكر منكرا ويوقع من خلاله منكرا أعظم، كإنسان يرى رجلا يشرب الخمر فيقتله مثلا، شرب الخمر منكر، لكن القتل منكر إيش؟ أعظم من شرب الخمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مر في يوم مع بعض تلاميذه، فوجد رجلا من التتار قد سكر وخرج في الشارع سكران منكر، وكان معه بعض التلاميذ منهم ابن عبد الهادي، فأرادوا أن ينكروا على هذا الرجل التتري المجاهرة بشرب الخمر بالشارع، فأرادوا أن ينكروا أن يضربوه لهذا الفعل، فقال لهم ابن تيمية دعوه، فاستجابة لأمره لم يفعلوا شيئا لمكانة ابن تيمية رحمه الله. فلما تركوه وجلسوا في مكان ما، قالوا لابن تيمية الآن حدثنا لماذا تركته، لماذا لم تجعلنا نضربه حتى لا تتكرر هذه المسألة. فماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال هذا إذا سكر سلم الناس من شره، فإذا ترك شرب الخمر اعتدى على أعراض المسلمين، دعوه فيما هو فيه، فهذا منكر، لكن المنكر الأعظم كان سيقع لو ضرب هذا الرجل وانتقم التتار من المسلمين وانتهكت أعراض وقتل من قتل من المسلمين وسجن من سجن، على ماذا؟ على تتري شرب الخمر، عساه بجهنم، دعوه. فلا بد في إنكار المنكر من حكمة، حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول نزل فيه قول الله تبارك وتعالى في حادثة الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه الحد. لماذا؟ قالوا خشية الفتنة، كادت تكون فتنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولن في رجل بلغ أذاه إلى أهلي، فقام سعد بن معاذ قال إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخوان الخزرج أمرتنا بأمرك، فقام سعد بن عبادة ورد عليه، وقام أسيد بن حضير ورد عليه، وكاد يتثاور الأوس والخزرج مرة ثانية، فترك النبي جلده، مع أنه جلد من هو خير منه، جلد حسان بن ثابت، وجلد حمنة بنت جحش، وجلد مفطح بن أثاثة، لكن ترك هذا لأن الشر الذي كان سيقع من إقامة الحد على هذا الرجل أعظم من ترك الحد عليه، فترك حده صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال، قصد أبرهة هدم الكعبة، جهز جيشا وأخذ معه الفيلة ليهدم بيت الله تبارك وتعالى. في الطريق من الحبشة
إلى مكة مر باليمن، فسمع أهل اليمن أن هذا الجيش يريد هدم الكعبة، فخرج إليه أهل اليمن يقاتلونه، يقال لهم ذو نفر، قبيلة من اليمن، فقاتلت أبرهة الحبشي ولكنها لم تصمد، كان جيشه أقوى وأكثر، فغلبهم أبرهة الحبشي. ثم تقدم، فلما وصل إلى الطائف خرج إليه أهل الطائف هوازن، فظن أنهم يريدون قتاله، فقال له سيدهم، قال له: ماذا تقصد بهذا الجيش؟ قال: أريد هدم الكعبة. قالوا: أشوه، كنا نظن أنك تريد هدم اللات، لأنهم يعبدون اللات، أهل مكة يعبدون هبل. قالوا: والعزة. قالوا: ظننا تريد اللات. قال: لا، أريد الكعبة. قال: موفق، انطلق، توكل على إبليس، وقالوا: نرسل لك من يرشدك الطريق بعد. وأرسلوا معه رجلا مرشدا يقال له أبو رغال، وخرج أبو رغال يدل أبرهة الطريق لهدم الكعبة. وقدر الله أن أبا رغال هذا مات في الطريق، وهم في الطريق مات أبو رغال. والعرب في ذلك الزمان إذا مرت على قبر أبي رغال ترميه بالحجارة، لأنه قصد أن يدل أبرهة إلى هدم الكعبة، فالعرب ترمي قبره بالحجارة. ولذلك يقول جرير الشاعر معروف جرير والفرزدق، كانت بينهما مساجلات وهجاء وغير ذلك من الأمور، فكان جرير يقول: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. يعني مثل ما ترجمون قبر أبي رغال ارجموا قبر الفرزدق. هذا طبعا مع أن الفرزدق والجرير أبناء عمومة، أبناء عم، لكن عد الشر الله المستعان. وصل أبرهة قريبا من الكعبة من مكة، هو الآن لا يريد قتالا، يريد هدم الكعبة، فأرسل رجلا يقال له حناطة، قال: اذهب إلى أهل مكة واطلب رئيسهم ليقابلني، أريد رئيس مكة يقابلني ولا أتحدث معه. وكانت مكة في ذلك الوقت برئاسة قريش، قبل قريش كانت تحكم مكة خزاعة، ثم صارت تحت حكم قريش، وكان سيد مكة في ذلك الوقت عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا مجموعة من القبائل، أسد وزهرة وتيم وعدي وهاشم أو عبد مناف ومخزوم وعبد المدان، قبائل كثيرة، وأسد، كل هذه قبائل قريش أو بطون قريش أو أفخاذ قريش، سميها ما شئت. المهم أن عبد المطلب أو أن عبد مناف ومخزوم هما من كان يحكم قريشا، مخزوم وعبد مناف، وكان هذا الدور على عبد مناف، هم الذين يحكمون، وكان الذي يحكم عبد المطلب هو رئيس قريش. أرسل إليه، جاءه عبد المطلب، نعم، قال أبرهة لعبد المطلب: انظر، أنا لا أريد أن أقاتلكم ولا أن أهريق دماءكم. قال: إذا ماذا تريد؟ جئت بهذا الجيش، قد سمعوا به طبعا هم من اليمن، لأن الرسل تذهب وتخبر، ماذا تريد إذن؟ قال: أريد هدم الكعبة، بس أريد هدم الكعبة، إن تركتموني هدمتها وانصرفت، إن منعتموني قاتلتكم ثم هدمتها، فاتركوني أهدمها بدون قتال. فماذا ترى؟ قال عبد المطلب: ولكن من معك من الناس أخذوا إبلا لي، 200 من الإبل ملكي أخذها أتباعك. فغضب أبرهة
قال جئت تكلمني على الإبل ولا تكلمني عن البيت؟ يعني البيت غير مهم عندك أني أهدمه؟ لا تقول ارجع نتوب وين الأعرابي اللي سوى الحركة هذه كذا، لا تكلمني عن البيت، تكلمني عن الإبل وتترك البيت. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وصارت مثلا أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال أعطوه إبله انصرف، فأخذ إبله وانصرف. أهل مكة كانوا يعلمون أنه لا طاقة لهم بأبرهة وجيشه، خاصة أنه جاء بالفيلة، فماذا يصنعون؟ خرجوا من مكة، يعني لا يريدون قتالا، وفي الوقت ذاته لا يريدون أن يروا البيت يهدم أمام أعينهم ولا يحركون ساكنا. قال على الأقل نكون غير موجودين أقل شيء يعني، فتركوا مكة. عبد المطلب أراد أن يترك كما ترك قومه، لن يقاتل وحده، وهو قال كلمته للبيت رب يحميه. فجاء عند الكعبة ووقف عند باب الكعبة وقال هذه الأبيات، قال لاهم لاهم يعني اللهم لاهم إن العبد يمنع رحله، أنا منعت رحلي أخذت الإبل التي لي، لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. الكعبة هذه بيتك. لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني لا تغلب قوتهم قوتك. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. هذه كلمات قالها عبد المطلب، لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وهي الكعبة، لا يغلبن صليبهم، لهم نصارى، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أي قوتهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني كان يرون أنهم آل البيت يحمون هذا البيت ويعيشون في كنف في هذا البيت، لا يغلبن صليبهم ومحالهم اليوم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم وصل إلى آخر قال إن كنت تاركهم وقبلتنا يعني يهدمونها فأمر ما بدا لك، يعني الأمر إليك يا رب، نحن لن نقاتل لا نستطيع. ثم خرج عبد المطلب، تجهز أبرهة لهدم الكعبة، وكلكم يعلم ولله الحمد والمنة ما صنع الله بهم تقدمة لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ولتعظيم هذا البيت العظيم، فأرسل الله عليهم الطيرة الأبابيل وأهلكهم في وادي محسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما خرج من عرفة إلى منى إلى مزدلفة مر بوادي محسر فأسرع، فقالوا له ما لك؟ قال هذا مكان عذب فيه أقوام، ومر به سريعا صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل ودمر أبرهته وما كان معه. انتهت هذه القضية، عرف أهل مكة قدر البيت، وعرفوا أن النصر جاء من السماء وأن الناصر هو الله، وكيف أن الله تبارك وتعالى خذل أبرهته وما جاء به من الجيش والفيلة، وأرسل عليهم أمورا لا يعلمونها، وهي طير أبابيل أرسلها الله تبارك وتعالى من السماء فدمرت ذلك الجيش. انتهى أمر أبرهة. نرجع إلى زمزم، بعد أن حفر عبد المطلب زمزم وهدأت الأمور ورجع أبرهة، طيب كان عبد المطلب
كان له أولاد 2 أو 3 وخاف أن أهل مكة يأخذون منه الزمزم البئر التي حفرها، فدعا الله تبارك وتعالى، قال اللهم ارزقني 10 من الولد، حتى يريدهم أن يدافعوا عنه. قال اللهم إني أسألك 10 من الولد، فإن فعلت لأذبحن واحدا منهم تقربا لك. جهل، لكن هذا الذي وقع، قال لأذبحن واحدا منهم تقربا لك، فأعطاه الله 10 من الولد. والحادثة هذه والظاهر والعلم عند الله تبارك قبل مجيء أبرهة بفترة قليلة، رزقه الله 10 من الولد. الآن عبد المطلب يريد بعد أن كبر أولاده، يريد الآن أن ينفذ نذره، فجمع أولاده وقال لأذبحن واحدا منكم لأني نذرت. فجاء أهل مكة وكلموه، كيف أولادك؟ قال نذر، شو أسوي؟ أعطوني حلا، نذرت. وهم مثل أهل مكة ينذرون مثل هذه النذور، قال أعطوني حلا، أنا نذرت أذبح واحد منهم، أذبح واحدا منهم. فعمل قرعة بين أولاده، فوقعت القرعة على ولده عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت القرعة على عبد الله، فقصد قتله، فمسكه أهل مكة، قال ماذا تفعل؟ قال أذبحه نذر. قالوا غير ذلك؟ قال ما في غير ذلك. فقالوا ما رأيك أن تذهب إلى الساحرة، عندهم ساحرة يلجؤون إليها إذا اختلفوا. قال تذهب إلى الساحرة؟ قال نذهب إلى الساحرة العرافة. فذهبوا إليها فقالوا لها يا أيتها الكاهنة أو الساحرة أو العرافة كلها واحد، نعم. قال لها كذا كذا وضع، ماذا أفعل؟ قال ما لك إلا أن تستقسم بالأزلام، وأن يوضع بعلبة ويوضع فيها سهمان أو ورقتان أو سعفتان، مهم يوضع فيها قطعتان، قطعة افعل قطعة لا تفعل، يحركونها أنت وحظك اسحب. فقال ماذا؟ قالت ضع 10 من الإبل مقابل ابنك، إذا خرجت افعل تذبح ولدك، وإذا خرجت لا تفعل تذبح 10 من الإبل. قال ما في مانع، حركت هذه اسحب، سحب افعل، أذبح ولدي. قالت لا اصبر، حط 10 ثانية. فوضع 10 ثانية افعل، ثالثة افعل، رابعة افعل، خامسة افعل، عاشرة، إلى العاشرة لا تفعل. إذن 10 مرات معناته كم من الإبل صار؟ 100 من الإبل. هي لماذا وضعت 10 من الإبل؟ لأن الدية في ذلك الوقت أي إنسان يقتل ديته 10 من الإبل، فقالت حط 10 من الإبل، هي الدية مقابلة. فلكن وقعت عليه حط 20، وقعت عليه 30 40 50 60 إلى أن بلغت 100، وقعت على الإبل. فقام عبد المطلب ونحر 100 من الإبل. كل من أراد من أهل مكة من غير أهل مكة، حتى الطيور، طيور السماء، حتى الوحوش تأتي وتأكل من هذه المتروكة مسيبة، من شاء يأكل من هذه الإبل. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا صارت دية الإنسان الآن 100 من الإبل. الآن دية الإنسان 100 من الإبل. الحين بعمر الآن لو واحد ذبحه يدفع 100 من الإبل، الآن دية، هذه ديته. بعمر 200 شوي أكثر يمكن نعطي أكثر. طيب، فهذه الآن صارت الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل. إذن لم يذبح عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش عبد الله، تزوج بامرأة يقال لها آمنة بنت وهب من بني زهرة، ولذلك يقال عن سعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف يعني من أخوال النبي، مع أن سعد بن وقاص ليس أخا لآمنة بنت وهب، لكن من بني زهرة، كذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، فيقال لعبد الرحمن بن عوف خال النبي، ويقال لسعد بن وقاص خال، يعني من أخواله من العائلة التي تزوج منها
أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قال أخواله، أخواله ليس بالضرورة هو خاله مباشرة. على كل حال تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب الزهرية وأنجبت له محمدا صلى الله عليه وسلم، أنجبت له سيدة البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. كم بقى الأذان؟ أنجبت له سيدة البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في العام الذي جاء فيه أبرهة ليهدم الكعبة ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يوم الاثنين، قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم، لكن أي اثنين غير معلوم. قيل الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل الثامن عشر من ربيع الأول، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان. لا يعرف على التحديد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد، أنه يوم اثنين من عام الفيل، لكن في أي شهر في أي يوم لا يعلم، لا يعلم متى ولد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الآن الذين يحتفلون اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني قطعا غير متيقنين أن هذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور خمسة. أولا، لا يعرف متى ولد على التحقيق، كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم، لا يعلم متى ولد النبي، خاصة في السابق ما في شهادات ميلاد ولا أصلا، النبي غير مهتم به في ذلك. متى اهتم الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بعث صلى الله عليه وسلم، هناك الناس اهتمت به، لكن قبل أن بعثه حال حال غيره صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم، أولا لا يعلم على التحقيق متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته أن عاش 63 سنة أنه في يوم من الأيام قال هذا يوم ميلادي، نريد جلسة، نريد درسا، نريد اليوم ميلادي، أبدا لم يفعل هذا النبي أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أحرص الناس على ميلاده. كذلك الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، سفيان الثوري، الزهري، الأوزاعي وغيرهم من أئمة أهل السنة، ولا أحد من هؤلاء قال يستحب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هل أئمتنا ولا واحد منهم قال هذا الكلام أبدا. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من خير يرضي الله ويدخلنا الجنة إلا وأخبرنا به وأمرنا به، لم يخبرنا بهذا، فليس من الخير إذن. والنقطة الخامسة وهي أعظم هذه النقاط وأهمها، هل تعلمون أننا عندما نحتفل بمولد النبي في الثاني عشر من ربيع الأول أننا في حقيقة الأمر نحتفل بموته وكأننا نفرح لأنه مات؟ لأنه على اليقين بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول. فنحن عندما نأتي في الثاني عشر من ربيع الأول ونحتفل كأننا والعياذ بالله نحتفل بموته، لأن هذا هو اليقين أنه مات في هذا اليوم. فلو جاءنا إنسان من خارج بلاد الإسلام ليس مسلما وقال ما هذا اليوم الذي تحتفلون به؟ نقول نحن نحب النبي، تحتفلون بماذا؟ نحتفل بمولده. قال لا، هذا يوم وفاته، هو توفي في الثاني عشر من ربيع الأول. نقول لا، حتى نقول لا، ما في شيء ثابت أنه ولد في هذا اليوم، لكن في يقين أنه توفي في هذا اليوم، فأنتم تحتفلون بموته لا بولادته، أنتم لا تحبونه صلى الله عليه وسلم. فينبغي التنبه لهذا الأمر. أما مولده وما كان بعد مولده فنؤجله إلى الأحد القادم، ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.